بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الوقفه هذه جات اليوم ان شاء الله باش نعبروا على الغضب ديالنا ديال الاطباء اللي في مدينه تطوان. هذا الغضب ناتج عن النقص الحاد في عدد الاطباء اللي كاينين لا على مستوى المستشفى لا على مستوى المراكز الصحيه الحضريه والقرويه. هذا النقص الحاد اللي كاين اللي كنعيشوه علما انه مثلا في المستشفى كان عندنا عدد الاطباء يفوق 80 طبيب، حاليا لا 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 يصل العدد الى 60 طبيبا، دونك اقل من 60 طبيب يوجد حاليا في المستشفى. هناك من الاطباء اللي خرجوا للتقاعد اللي خداو التقاعد ديالهم ما كاينش التعويضات نهائيا. بالنسبه للمراكز الصحيه اطباء اللي خرجوا للتقاعد حتى هما ما كاينش التعويض ديالهم. وفي الوقت اللي كنا كنتسناو انه الوزاره ان تعوض دوك الناس اللي خرجوا للتقاعد، كنتفاجئوا ان الوزاره بحد ذاتها كتقوم بتنقيلات مشبوهه خارج المساطر القانونيه اللي كاينه، كتنقل اطباء من 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 تطوان الى الاداره المركزيه في في في, في الرباط بدون علم المسؤولين المحليين، لا المندوب لا السيد المندوب لا السيده المديره الجويه، لا علم لهم بهذه التنقيلات. ينظم الان الاطباء وقفه احتجاجيه في اطار الخط النضالي الذي سطره المكتب الاقليمي للنقابه المستقله لاطباء القطاع العام في تطوان، حيث جاء بعد الفضيحه المدويه التي عرفها الاقليم بتهريب واختطاف اطباء من مراكز صحيه تعرف خصاصا كبيرا في الاقليم، لكنه فجاه يتفاجا الاطباء ويتفاجا حتى المسؤولين الاقليميين والجهويين بغياب اطباء، ثم نتفاجأ عبر البوابة الإلكترونية للموارد البشرية بعملهم في مصالح المركزية للوزارة، في خرق سافر للدورية المنظمة للانتقالات، في خرق سافر للمساطر القانونية التي تنظم الانتقالات، يضربون عرض الحائط الانتقالات التي تجري الآن، انتقالات يشارك فيها أطباء رغم أنه المناصب المفتوحة خليلة، أطباء ينتقلون ثم يجدون نفسهم مربوطين لسنوات في مقرات عملهم لأنهم ينتظرون المعوض. انتقالات لغزيد من نقص الخطير اللي كيعرفوا الإقليم، نقص اللي الآن وصلنا تقريبا أكثر من نصف الأطباء غادروا لم يعودوا في الإقليم تطوان ولم يتم تعويضهم. مستشفى ثانية ضرب اللي يعرفوا خصاصا خطيرا في بعض الاختصاصات المهمة والحيوية، النساء والتوليد، الجهاز العصبي، الجراحة العامة، أطباء القلب، أطباء الأطفال، وهلما جرى من الاختصاصات. مراكز الصحية تعمل بطبيب واحد لأكثر من 20,000 نسمة. ثم نرى هذه الانتقالات المشبوهة لا قانونية لتزيد من كل هذا. شكرا.